إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. يوجد لدينا في قريتنا المقابر تحفها المساكن من كل اتجاه، فهل يجوز هدم هذه المقابر ونقلها في مكان خارج القرية ويصبح مكان هذه المقابر المساكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يجوز هدم هذه المقابر ونقلها إلا إذا تأكد أن أجساد المقبورين فيها قد اندرست وبليت عظامهم واستحالت أي تحولت ترابا، بشرط أن يكون للناقل حق التصرف في الأرض وألا يكون في ذلك مخالفة قانونية، ويستثنى من ذلك مقابر العلماء والأولياء والصالحين فلا يجوز التعرض لها، وكل ذلك تحت طائلة القانون المنظم لهذا الأمر، والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.